وعزم محافظ ذيقار محمد هادي الغزية اليوم السبت بتنفيذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ لحين تنفيذ مستشفيين جديدين للقضاء. وقال الغزي في بيان انه اوازل قسم الهندسة في محافظة ذيقار بتنفيذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ لحين تنفيذ مستشفيين جديدين في القضاء قيد الادراج. واوضح الغزي ان احدى المستشفيين سيكون على الاتفاقية الصينية والاخر ضمن مشاريع المحافظة.